هذه هي المعلكة نيت لعشاق الحامض، بدون زبدة ولا سميد ولا فينو، سهلة وجد اقتصادية، كتذوب في اليد قبل الفم، مع جميع أسرار النجاح من أول تجربة. يا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجزيكم بخير. ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط ومن البارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى، مع اليوم إلي يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش تصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. واول حاجه كنحتاجو هنايا لواحد الاناء اللي غنمزجو فيه المكونات. كنحتاج هنايا جوج حبات من البيض، ماشي ضروري يكونوا يعني عاد خرجناهم من الثلاجه او بدرجه حراره في المطبخ، ماشي اشكال. كذلك كنحتاج هنايا الكاس مملوء جيدا من عبر كاس ديال العنبه، وغنخلي لكم مقادير ان شاء الله في رابط صندوق الوصف، من سكر الخشن اي سنيده حوالي 100 غرام او حتى تنقصوا ديروا 80 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده. عندي هنايا نكهه الفاني واحد الشاسي، كنحرك الكل جيدا، عاد كنضيف جوج حبات من الحامض اللي حكينا خدينا غير القشره ديالهم بالحكاكه الرقيقه، ما نوصلوش للقشره البيضاء، وكذلك عصرناهم. يعني بالنسبه لعصير الحامض كيعطينا تقريبا واحد نصف كاس او اقل منه واحد شويه، ماشي اشكال، نصف كاس ديال عصير ديال الحامض وقشور ديال داك الحامض كذلك حكيناها. كندير هنايا ملعقه صغيره من نكهه الحامض، غتسولوني واش ضروريه، غير بقاو معايا ونشرح لكم كلشي ان شاء الله. عندي كذلك ملعقه ديال الجليكوز كبيره اللي ممكن تعوضوها ملعقه من المربى ديال المشماش او الخوخ، او حتى الا توفر عندكم مربى ديال الحامض، وغنخلي لكم ان شاء الله في رابط صندوق الوصف. كيف ما كتشاهدوا معايا كنضيف هنايا كأس من عبر كأس ديال العنبة من جوز الهند أي الكوك، وعندي هنايا كأس إلا ربع من عبر كأس ديال العنبة أي واحد 150 ملي ديال الزيت النباتية. تنحرك الكل جيدا. بالنسبة للكوك ماشي ضروري يكون نوعية جيدة وممتازة، إلا كان كان أحسن، ما كانش كنديرو نوعية ديال الكوك اللي متوفرة عندنا، غير ما يكونش داك الخشين، إلا كانوا حبات ديالو خشان نطحنوهم واحد شوية ما فيها بأس. عندي هنايا خمارة واحدة من فئة 8 غرام، ضفت هنايا حوالي واحد كأس من الدقيق الخاص بالحلويات أي دقيق الرطب أو الفورس، وكنحرك الكل جيدا. بالنسبة للكمية ديال الدقيق غادي تختلف واحد شوية على حسب النوعية ديال الكوك، على حسب الحجم ديال الحبات ديال البيض، وكذلك على حسب النوعية ديال الدقيق. غادي نعطيكم دقيق بالتدقيق، يعني العبار اللي كفاني أنا بالضبط، وانتوما ما تقيدوش بالكمية ديال الدقيق اللي درت انايا، نتوما غتقيدوا او غادي ترتبطوا هذه الوصفه بالقوام ديال العجين ديالها كيف ما غادي يظهر معكم اكيد في الصوره، ونتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نضيف هنايا الدقيق غير بالتدريج، دقه دقه غير بشويه. في الاول حركت بالفوي، وفي التالي ضروري ما نجمعوا بيدينا باش ملي كنلامسوا العجين كنتمكنوا في احكام بالقوام ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا حوالي 450 غرام ديال الدقيق، تقدكم ما بين 450 حتى ل 500 غرام او اكثر، كيف ما قلت لكم نتوما عينكم ميزانكم، كتبقاو تضيفوا الدقيق بالتدريج والكميه غير محدده، لهذا ما كنخليهاش لكم في رابط صندوق الوصف، لان مشاهده الفيديو اهم من صندوق الوصف بكثير. كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كنحصل على هذا القوام هذا تيكون لين وكيلتصق شيئا ما ما بين اليدين. مباشره كناخذ هنايا، ما عنديش انا، ما توفرش عندي في هذه اللحظه ماء الزهر، الا عندكم ماء الزهر او ماء الورد هو اللي غتخدموا به. انا ما كانش عندي ماء الزهر، حتى هذه حيله وفكره علاش لا ما نديروهاش. عندي كاس ديال الماء من صنبور عادي، ودرت له هنايا واحد شاصيه ديال نكهه زهره البرتقال، تماما بحال اللي غنديروا ماء الزهر واحسن واكثر، يعني تتكون في واحد النكهه مجهده شيئا ما.
كنديرها في داك نص كاس ديال الماء وكنحرك جيدا، لاننا غنحتاجو اما ماء ورد او الماء ديال الزهر باش غادي ندوزوه في يدينا ملي غادي نبغيو نشكلو الكويرات ديال الحلوه ديالنا، لانها كتلتصق شيئا ما بين اليدين. عندي هنايا سكر ثقيل اي سكر كلاصي ضروري تكون من نوعيه جيده، نوعيه ممتازه. اللي ما توفرش عنده نوعيه ممتازه او فيه عنده فيها الشك، غادي يضيف كل 250 غرام ديال سكر ثقيل اي سكر كلاصي اي سكر ناعم، تنقولها لكم جميع الدارجات، غادي تضيفوا في كل 250 غرام كتضيفوا 100 غرام ديال النشا، دقيق الذره النشا، وكتخلطوا معاه مزيان باش كيولي عندنا ثابت، كيولي داك السكر كلاصي نوعيه جيده او ثابت. هذه هي النوعيه اللي درجتها معكم، حيت غتسولوني اين نوعيه خدمت، هي هذه غتلقاوها في بيم او عند البقاله، راها موجوده كتكون فيها 500 غرام. غنحتاج هنايا 250 غرام ديال السكر الثقيل اي كلاصي كيف ما كتشاهدوا معايا. انا ما كنطولش، انا راه غير كنشرح مزيان مزيان حيت كيجيوني تساؤلات في الفيديو، كنبغي نعطيكم الشرح والتفاصيل باش ننجح معكم اكيد الوصفه. كندوز يديا فواحد شويه ديال داك ماء ورد كيف ما قلنا او الماء الزهر، ضروري ما ندوزو يدينا حيت اللي درناها ديريكت غادي تلتصق لينا، ما نديروش الزيت، غتجينا من يد ما وغتسيح لينا وغتولي حريره وحده في الفران. يعني كنديرو غير شويه ديال ماء الزهر، هذا ماء الزهر المغشوش كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنشكلهم الكويرات وكنديرهم سكر كلاصي. بالنسبه للحجم ديال الكويرات انا ما وزنتهمش، ولكن نتوما عينكم ميزانكم حوالي ما بين 60 او 50 غرام، يعني ما تكبروهمش لان الحجم ديالهم مازال كيتضاعف اثناء الطهي، يعني في الفران راه كيتضاعف الحجم ديالهم. واش ذكرت معكم الخماره؟ انا ديما الخماره كنذكرها ولا ما كنذكرهاش. الخماره من فئه 8 غرام ديال الحلويات، هي اللي ضفنا كيف ما كتشاهدوا معايا، كنحطهم في واحد لاطا اللي ضروري نفرش ليها البابي كويسون او ورق ديال الطهي او ورق الفرن، وكنفرقهم في اللاطا، نوزع بيناتهم واحد شويه، يعني كضروري نوسعوا بيناتهم واحد شويه، نخليو لي سباس لان كيف ما قلت لكم الحجم ديالها كيتضاعف اثناء الطهي. الفران ديالي درتو يسخن مسبقا فاش بديت كنشكلها على درجه حراره 200، يعني تكون الفران سخون مزيان مزيان. وغنعطيكم حتى شرح بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الكهرباء، غير بقاو معايا. بالنسبه لذاك النكهه اللي ضفنا ديال الحامض كتعطينا اللون، الا ما درتوهاش يعني واخا درنا الحامض عصير الحامض وقشور الحامض، الا ما درناش داك معلقه صغيره ديال الروح ديال النكهه راه ما كتعطينيش هذا اللون، كتبقى بيضه بحالها بحال السكر كلاصي. باش نميزو داك التشقق ديالها وتجينا مشقه وفيها هذا اللون الاصفر، كنديرو داك معلقه صغيره ديال نكهه الحامض. فراننا سخناه مزيان مزيان، مجرد ما كنوضعوا اللاطه ديالنا في الفران كنشعلوا عليها غير من الوجه ديالها، غير من الوجه فقط، وتكون النار مهيله بحال كنصيبوا غريبه البهله، بحال اللي كنصيبوا جميع المعلكات اللي درجتهم معكم. النار تكون مهيله، كنحسبوا ليها 5 ديال الدقائق، ما تفوتوش 5 دقائق سينو غتولي حجره. 5 دقائق من الوجه غير كتشقق لينا، كنرجعوا نطفيو من الوجه وكنشعلوا من الاسفل، او نطلعوا اللاطه ونخليوها تطيب غير من الاسفل ديالها كذلك 5 دقائق، 10 دقائق ما تفوتوهاش او اقل، ما بين 9 حتى 10 دقائق وها هي واجده. غير كتاخذ لينا داك التذهيبه من التحت وكتشقق لينا، كنخرجوها نخليوها في اللاطه من با واحد 5 دقائق حتى كتبرد لينا ونقدموها بالصحه والراحه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي معلكه وكتذوب في الفم دوابات، كتجي مفقعه ومشققه. ونتمنى نكون عطيتكم جميع التفاصيل والشرح الكامل باش نجح معكم من اول تجربه. اما المذاق كيف ما كنقولوا بالدارجه، ما نقول لكمش، كتجي خطيره في المذاق ومنعشه، غتجربيها وردي عليا الخبر. والنصيحه الاخيره واللي نزيد ناكد عليها وقلتها ومازال غنقولها، ما تكتروش فيها الطياب اكثر من 10 دقائق باش تجيكم فتيه وهشيشه ومعلكه نيت، بلا بالزبده وبلا فينو وبلا سميده، غير بالدقيق وكاس ديال الكوك كتجينا من اروع ما يكون. وسبق ليا ودرجتها معكم بثلاث نكهات، وغنخليها لكم في رابط صندوق الوصف ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه صويريه.